كده بتعملي ايه؟ جاي اودعك. تودعيني بالهدوم دي ما صحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس يشوفوك بالطريقه دي بقى. حاجه ده كلام ما تصحش كده. ايش تصحي فوق؟ طب اقول ايه؟ بعدين يلا يلا يا اسطى. بص ايه؟ يلا يا سعاده البيت. يا سيدي بتبص على انت وهو. يلا يا سيدي. بعدين ده ايه؟ ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي. انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا قلت لها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس يا سعاده الباشا. الراجل زمانه شرقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق ويا جزله ليكي في وشي تاني. يا سيدي خلاص. يلا يا عم. يلا يا سيدي. عبد الشافي فيومي، ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي، لا يا عبد الشافي يا فيومي مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خسارة. أعوذ بالله، أول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا إبراهيم أفندي؟ طمن يا معلم، جاي بإذن الله، جاي بإذن الله. الواد أخويا هيروح عوانطة يا إبراهيم أفندي. يا معلم تماسك. الله، دي لعبتها أنا بقى. الحمد لله، الأستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه، القضيه هتتندى. تتندى مين يا معلم؟ ده ما انتش جانب المحامي بتاعك ولا ايه؟ انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيك. شوف اما اقول لك، لحد النهارده بعوني الله ما فيش قضيه تتندى وانا مش موجود. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيك. ما فيش حكم يطلع من المحكمه مش على مزاجي. الله، ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه. بس اصل يعني مفيش يعني موكلني في قضيه يبقى تنام وتحط بطنك تطيح خصيفه. فهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده البيه. ايه والبيه زعل ولا ايه؟ صاير خد على خاطره منك شويه. ما انت لكيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ اصل سعاده البيه احمد فلته من فلتات الطبيعه. لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاه، من أجل ما قدمته لهيئة المحكمة من أدلة، أطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. أطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الذي اعتقد أنه طالما يعمل غزارا إنما يستطيع أن يذبح البشر كما يذبح البهائم. أشكر هيئة المحكمة. إبراهيم القضية عن إيه؟ الدفاع يا بطل. إبراهيم القضية عن إيه؟ تفضل يا أستاذ. أحمد نافع الأبوري حاضر على المتهم يا فندم. اتفضل يا أستاذ. المتهم اللي لابس أزرق. حضرات القضاة، حضرات المستشارين، السيد المتهم، السادة الحاضرين، أستاذ إبراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي. الأستاذ لأجل بختك مركز أوي النهاردة. أيوة يا أستاذ. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال او لم يقال. الاستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الاستاذ ده فصيح فصاحه. ثم دعوني اتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا والف كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة
لقضية اليوم التي نحن بصددها. تدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ. أدخل فين يا فندم؟ ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله هدخل يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن المقدمة الإضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني. ما فيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا أخي الله يخيبك، ده أنا بوسع على سبع ظهر يا أخي. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده تعمل كده برضه يا مفتري؟ تؤجل القضيه لجلسه باكر لسماع شهود الاثبات. والله يستحسن برضه يا فندم. السلالم دي كلها يا خرابي، ده انا على ما اوصل فوق يكون الواحد اتهد حيله واتقطع نفسه زي ما حضرتك التليفونات مقطوعه. يا مسهل ولسه ماليه منها البار.
مش معقولة. حط بقى التليفون ده في أنا حتة يا ست هانم. خليها هنا أحسن، عشان ناوي أشتري حتة موبيليا شيك وأحط التليفون عليها. حاضر. ولا أقول لك؟ أحسن خليها هنا. هنا أهو؟ هنا أهو. حاضر. اسمع. إيه؟ خليها هنا أحسن، بس طول السلك عشان يوصل الشقة كلها. الأستاذ أحمد نافع الأنبور المحامي. مين بينده على الأستاذ أحمد المحامي؟ بيودي عشانكم. طلعه فوق. فوق فين؟ آخر دور. حاضر. كويس إنك جيت راكب توصيلة التليفون دلوقتي. آه اشمعنى؟ عشان تدقه زي ما أنت عايز، لأن بعد كده هنراكب ورق الحيطان. هو لا مؤاخذة حضرتك والبيه منقولين من بلد تانية؟ منقولين إيه؟ ده إحنا لسه متجوزين في شهر العسل. ربنا يسعدكوا يا ست هانم. ميرسي. لكن حرام برضو تاخدوا شقه مفروشه، دي اكيد غاليه. ما هو لو هنستنى لحد ما نقدر نجيب شقه فاضيه هكون انا بقيت عانس وهو طلع على المعاش، يبقى بلاش نتجوز بقى. من هاتك يا رب. ميرسي قوي. يا سلام على رقتك يا ماما. ايه مش فاهمة؟ بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. برضو مش فاهمة. بيسأل حضرتك يلزم خدمة تانية؟ فهمت. دقيقة واحدة يا حاج. متشكرة قوي. متشكرين. العطش تورد تاني ما تبعتلناش.